خير يا بابي؟ في ايه؟ رايح فين؟ انا لازم انزل الشغل دلوقتي، كمبيالة بتاعت الشهر ده معادها بعد بكرة، مفيش وقت. مستحيل اللي انت بتقوله ده، انت كده بتموت نفسك يا بابي، مش هينفع. يا بنتي مش وقت الكلام ده دلوقتي. السلام عليكم، انا بعت الواد هيما الصيدليه يجيب الدواء. وفي حاجه كمان يا عمو، دي مخالصه بكل المديونيه اللي عليك، يعني انت من النهارده مش محتاج تنزل من البيت. بس ده مبلغ كبير قوي يا ابني. انا ربنا رزقني بسبوبه حلوه باكل منها لقمه عيش، وبعدين احنا اهل، ازاي اشوفك في شده وما اقفش جنبك؟ ولا ايه يا كاميليا؟ استاذن انا. السلام عليكم. مع السلامه يا اخويا. تصدق بيه يا استاذ؟ لا اله الا الله، كوبري اكتوبر ده متصمم غلط. ايوه زي ما بقول لك كده، ما هو لو متصمم صح ما يبقاش واقف كده ليل ونهار. عندك حق. بنت خالتي بقى ليها واحده صاحبتها كانت شغاله في العماره الكبيره في ميدان العباسيه. لا ممنوع. ولا اقول لك هات. الشوارع زمان كانت رايقه، مش كل من هب ودب ركب عربيه. اه والله عندك حق، الشوارع فاضيه النهارده، شكلها كده في ماتش كوره ولا حاجه. ماتش مين يا عم؟ من ساعة ما منعوا الجمهور يخش الملاعب والواحد ما بقاش ليه نفس يتفرج على كوره. ما تقولش معمول لنا عمل يا باشا، ده احنا خلاص اتخنقنا. ولا تونس لما اتعدلت معانا وصعدت في 98. اه ولا طردلي، طردلي اللي مرمطنا في تصفيات 2006. احنا على طول متمرمطين كده. نص ساعة يا ياسمين، احنا لسه قعدنا، الدنيا حلوة اهو. ماشي. مبسوطة؟ قوي. النهاردة عيد ميلاد ياسمين يا جماعة، وعايزين نسمع لها سقف عالي قوي. مليون يا ياسمين. انا ما اعرفش عيد ميلادك. الله حلو قوي. بحبك يا ياسمين. هو احنا مش هنمشي عشان اتاخرت قوي؟ ليه يا ياسمين، ما احنا قاعدين، ما هو لسه بدري اهو. ما انا مامي كلمتني والموبايل فصل، وبعدين انا لو ما مشيتش دلوقتي هي هتقلق عليا، ولو قلقت عليا ممكن تكلم واحده صاحبتي، ولو كلمت صاحبتي هتعرف ان انا معاك. خلاص يا ياسمين يلا عشان اروحك. لا ما هو ربيع المره اللي فاتت كان هيشوفنا. خلاص يا ياسمين هطلب كريم وتروحي. ماشي. حاضر. ايه يا جميل؟ جبت معايا التورته وكله تمام. انا بس في حد هوصله معايا في سكتي وبعدين هاجي على طول. ما تقلقيش يا ستي، هوصل قبل ما ياسمين توصل. حاضر. والشمع كمان جبته. ماشي. طب يلا سلام. سلام. اهلا وسهلا. لو التورته مضايقاكي انا ممكن اجيبها قدام. معلش عيد ميلاد بنتي بقى. فيعني ياسمين. بابي اتفضلي يا هاني. استني هنا، استني. رايحه فين؟ خير. في ايه يا عبد العزيز؟ افتحي الباب يا ياسمين، مالكيش دعوه انت يا جميله. افتحي الباب بقول لك. محدش يدعوه بيا. ما تفتحي خلينا نعرف فيه ايه. لا افتحي الباب بدل ما اكسر الباب واخش اكسر رقبتك. اهدى بالله بس يا عبد العزيز وفهمني ايه الموضوع. الموضوع ان الهانم بتستعر من ابوها عشان شغال سواق، وهي طبعا وضعها الاجتماعي ما يسمح لهاش بكده ابدا. مش كده ولا ايه يا هانم؟ يعني بعد كل ده انا اللي غلطانه؟ ماشي
ميرسي قوي. كل ده اللي هو ايه؟ كل ده اللي هو ايه؟ بابا ما غلطش ياسمين عشان بيدور على طريقه يحسن بيها دخله. يحسنه ليه؟ ما احنا عايشين كويس بالمرتب بتاع البنك. بابا ساب البنك كمان هيبقى شغال سواق رسمي. اه سواق؟ ماله السواق؟ مش بني ادم؟ انا نسيت صحيح، انتوا جيل اتولد واتربى على المظاهر، بتحكموا على كل بني ادم من نوع الموبايل بتاعه ومن لبسه ومن ماركة جزمته. اتلمي بقى وما تنكديش علينا يوم عيد ميلادك. لا عيد ميلاد ايه بقى؟ هو في بنت سواق بتعمل لها عيد ميلاد؟ لا ده انت عايزه. لا خلاص خلاص عشان خاطري عشان خاطري. انت مش سامعه يا جميله بتقول ايه؟ بابا ما بيشتغلش سواق عند حد، بابا بيشتغل على عربيته، وانت عارفه كويس قوي ان اللي بيشتغلوا كده كلهم مؤهلات عليا، وظايف كويسه بس عايزين يحسنوا دخلهم. ايوه لما حد يسالني هو بيشتغل ايه؟ اقول لهم ايه؟ قولي له بابا بيشتغل سواق. قولي له للاسف بابا بيشتغل شغلانه شريفه عشان يصرف علينا من الحلال. انا اسف يا ياسمين هانم، انا اسف ان انا ما كنتش الاب اللي انت تتمنيه. اسف. الواحد مننا بيبقى مستعد يعمل اي حاجه في الدنيا عشان يشوف ولاده احسن منه، بس بيحس ان كل ده ملوش اي معنى وهم حاسين ان هو ولا حاجه. ولا حاجه ازاي بس يا عبد العزيز؟ ما تكبرش الموضوع، ما تنساش ان ياسمين خدت الصدمتين ورا بعض. صدمتين؟ انت كمان شايفاهم صدمتين؟ بالنسبه لها هي دول صدمتين. انت فاكر واحنا صغيرين كنا بنتباهى قد ايه باهالينا؟ اه طبعا، ودلوقتي ما بقتش اشرفكم. لا انا ما اقصدش كده، وانت عارف كويس ان انا ما اقصدش كده، بس مش الحل ان انت تزعق لياسمين. حط نفسك مكانها وشوف هتتصرف ازاي. خلاص يا جميله، لا احط نفسي مكان حد ولا حد يحط نفسه مكاني، ولا كمان عندي نفس ان انا ابرر تصرفاتي لاي حد. وانت ما لفتش نظرك ياسمين وهي بتعمل الاوردر اسمها وصورتها؟ الاوردر اساسا ما كانش باسم بنت، ده كان باسم ولد. ولد اسمه نادر. نادر؟ مين نادر ده؟ ليلتك مش معديه يا ياسمين. لا استنى يا عبد العزيز، سيب لنا الطلعه دي. ايه يا بنت اللي انت جايباه يصور ده؟ هو بيصور في خطوبه بنت خالته ما فيهاش ولا صوره اعلن بيها على نص عين امه؟ فيا نادر، انت مش كل اللي يهمك ان يبان في الصوره ان انت وياسمين مرتبطين؟ ما هو باين اهو، عايزه تاني بقى. انا كده كده فكست لحوار الصور ده، وهخلي الضربه الكبيره للعين السخنه. عين سخنه؟ نادر انت قايل لي حوار العين السخنه ده عشان تسجل لها في الموبايل، غير كده انت بتدخل نفسك في مشاكل والموضوع هيكبر. ومين قال لك انا مش عايزه اكبر الموضوع؟ ممكن بقى تفهمني ناوي تعمل ايه بالظبط؟ بعدين هتفهمي. يا طنط انا ماليش دعوه بالمشاكل اللي ما بين جميله وكاميليا، وبعدين حضرتك وعدتيني انك هتساعديني. ما انت عارف يا حسام وشايف، شايف الظروف اللي انا فيها، ده انا ما كنتش عارفه الاقي نفسي. يا طنط انا عايز اعرف راسي من رجلي في الموضوع ده. انا وعدتك، المهم انك ما تقلقش. على العموم انا لقيت سكه تانيه وهتصرف فيها بمعرفتي. خلاص اتصرف بمعرفتك. اللي انا مستغربه له هي كاميليا دي عامله لكم كلكم عمل ولا ايه؟ ده انا الفار بدا يلعب في عبي دلوقتي، متهيألي ان عبده كمان بيحب كاميليا. قفلي بقى على الموضوع لحسن عمي جاي. سلام.